عاملين ايه؟ معاكم صلوا فيديو جديد. اول حاجه عايزين كلنا نصلي على سيدنا محمد على افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه يا جدعان، ايوه يا زميلي، زي ما قريت في عنوان الفيديو، النهارده وللاسف اخر حلقه في سلسله فيكتور. والكلام ده بجد يا جدعان، عشان حسيت خلاص ان انتوا بقيتوا تزهقوا من السلسله، واحنا بنعملها بقالنا تقريبا 6 او 7 شهور حاجه زي كده، بس حسيت الفتره دي ان انتوا بداتوا تزهقوا منها، فللاسف انا قررت ان دي تبقى اخر حلقه، بس بشرط لو انتوا حابين ان انا ارجع اكمل فيها، هعرف من كومنتاتكم وان الفيديو ده هيوصل 20,000 لايك. لو انت واحد ما بتحبش تحط لايكات بس بتحب السلسله، انزل اعمل لايك يا اسطى، الفيديو يوصل 20,000 لايك، اقسم بالله العظيم هرجع انزل وهنتظم في السلسله كل اسبوع حلقه. ولو الفيديو ما جابش 20,000 لايك هقطع ان انتوا مش عايزين حلقات فيكتور تاني. فمش عايز اقول عليكم في المقدمه اكتر من كده، بس حرفيا النهارده خنزره جامده قوي، فتابع الفيديو للاخر يا زميلي عشان حرفيا هتموت ضحك. بس ثانيه واحده، الفيديو ما يوصلش 20,000 لايك وبس، تنزل تعمل اشتراك حالا يا زميلي وتفعل الجرس عشان حرفيا في مفاجاه جامده قوي الايام الجايه، وعايزين نوصل 300,000 يا جدعان، فروق عليا بالاشتراك بتاعك ويلا بينا. يلا بيا بسم الله يا جدعان، رش راح يتغدى، بس انا يا زميلي لوحدي خنزير كبير، فيلا بينا. وانا لوحدي هنضف المكان ده كله، بص معايا كام واحد. نهار اسود، رب سلاح يا رب سلاح 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 اهو. تعال يلا، الله يرحمك يا منى، تعال تعال. بس بس اصحاب منى جايين، اصحاب منى هيجوا لي يا جدعان، بس عايز تاخد خط. تعال يا معلم. لا 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 كلاتي. من فوق ولا تحت؟ من فوق ولا تحت؟ اوه عسى زميلي على الرايق يابا. اربع جنات استفتاح، يلا بينا. بس تعالى نشغلوا الشغل بقى يا جدعان، تمام؟ مش مبدئيا كان في واحد ورانا غير ايه الجثه اللي كانت بتمشي اوبن دي، بس عادي عادي عادي. بص انا مش نازل بالبيت غير لما اجيب سكواد انا فوق السطح من الاخر. ايه ده؟ صورة النوك فينش يا جدعان. ايه ده ايه ده ايه ده؟ نهار اسود نهار اسود. الولد كان بص يا جدعان هيديني النت في بق، معيش نيد انا للاسف يا كابتن، والله لو معايا نيد والله ما احلك. تعالى تعالى. اه والله انا جوايا تاكل خساره كبيره قوي النهارده. طلع ابوه يا انا، قلت محدش يخليني اصور فيكتور لحالي بتحول. طب وبعدين يا كابتن، هو يعني انت مش ناوي تبوش يعني؟ وبعدين يا كابتن، يا جدع اقعد بقى. بص يا اسطى مين اللي هيسوق الطيارة يا اسطى؟ بص يا اسطى رقم واحد في الطيارة جامب. هي كلها طيارة اصلا. اه متعة متعة، تمسك التركي بالشوت جن كده تديله اعدام، يا لهوي من عالم اخر. الله يا رب، بسم الله المعين يا رب سلاح. لقيت اوزي. ازاي يعني؟ مهندس يا اسطى يا ابن اللعيبه جامد. ايه الفينش الاسطوري ده؟ اسطورة الفينش يا جدعان، اسطورة الفينش. انا مستنيه يقع. انا فاهم فاهم يا ابن اللعيبه يا جيم. بس ماشي، دول سكوادين هنا، سكوادين ثلاثة يا سميدي، احنا مالناش دعوة، احنا عايزين نشغل الشغل. هما لسه ما لعبتوش اصلا. ده ازاي؟ ده ازاي؟ المحظوظة يا ابن المحظوظة. عايز ام 4 فيست هيلمت اي بتنجان معايا على السكة يا زميلي. اوهو هو يلا بينا. اوي اوي ثواني بقى ثواني. الله 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 يا جدعان، بلا اوزي بلا قرف، هو ده الكلام المظبوط. تعال تعال
تعالى جاي عربية كمان جت ايه جاب انه وقع العربية اللي جت دي معاك هيل امسك هات 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 بسرعة روح يلا يا اسطى روح يا زميلي معايا الشوت جن واحلى كفر ليك تعالى مال يا زي ما انت اصلا زي ما انت اصلا انت طلع في النصيب تعال عندي بيحدف نيد بيحدف نيد الجامد الجامد ده يحدف نيد دلوقتي ولا سموك 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 استنى بس عشان لو شغل دماغه اقول لك ممكن يشغل دماغه حبك من وراه والله ممكن بيشغل دماغه فنشوا بقى يا معلم فنشوا تعال يا عم تعال فوق شيلوا هاتوا شيلوا هات تعال يا عم تعال يا حبيب قلبي اصحابه جايين يا اسطى بس 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 بكس له بكس اي دليل ادم ايوه لك هاي بص انا معايا دي بي انفو والعيال جاي اهو ده سكواد كامل سكواد كامل يا اسطى سكواد كامل جاي جاي فين اسرائيلي اسرائيلي انت اخد نوك فينيش عايز تبوت اسرائيلي يا جدعان بوت اسرائيلي تعال يا صاحب احمد اقسم بالله بص تعال يلا اطلع استنى استنى صاحب احمد قليل الادب اخد اللي فيه نصيب هو كمان لا ما انزل شخص اول بس ده انا هعمر له الدي بي بص يا اسطى هي دي دقيقه بالظبط لو ما طلعش ننزل ندي اللي فيه نصيب بجد اتشجع اتشجع وجاي وبيفتح ويقفل الباب اضرب طلقه مكانك اضرب طلقه مكان اهو يا اسطى جاي لك استنى استنى هاتوا 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 في الاوضه هاتوا في الاوضه هاتوا في الاوضه بيشغل دماغه ولا سلمي على احماله تعال هاتوا جوه هاتوا جوه عندي قول ابلع ثواني خد خد ولا ايه الطلقه دي هقول لك ايه الطلقه دي يا اسطى هنا يا اسطى marked a location بنا يا اسطى كفر ها بنا كفر يا نطله نطله هاتوا 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 ما يجيش الخنزره ده يا اسطى فوت فين في بوت طالع لي في بوت طالع لي برضه ايه يا زميلي ايه الحمد لله قد ده هاتوا هاتوا يا اسطى طلعوا فوق اطلع فوق اطلع فوق عند ام سل قول له قول له قول له ام سل بيشغل الشغل تعال يا ام سل يا زميلي يا جدعان الولاد بياخد هدات وما بيموتش يا جدعان يا اسطى عامل ايه يا اسطى يا اسطى ولا ولا فضلوا طلع فضلوا طلع فضلوا طلع نايم فنش يا اسطى فنش خدمة ايوه ايه ده اخويا فين؟ اخويا نوب ماشي اخويا انت كده كده زميلي لا شيله على كتفي ودي احدادي حبيبي يا اسطى احلى مسا عليك بس لقيتك متنوك والله فما ينفعش اسيبك انت كلايه برضه ندلاوي ندلاوي او اخويا وحبيبي بس يدحوا من روحه عشان يا اسطى يا حبيبي كنت شيله على كتفي واديه لصاحبه ايه الند دي؟ يلا بينا عشان الزون ايه الند دي؟ يلا بينا عشان الزون طب ايه الند دي؟ ما هو واحد جنبنا اهو طيب حاضر انا جوه زون وانت مش جوه زون يلا بعيد بعيد اهو اهو فين ده فين اهو ده اهو بيمنا نمو خنزة عليه هنا عندي ده انت عيل خنزير يا اسطى انا جبت واحد تاني انت ما جبتش اللي هنا ده لا ماشي تعال ما انا خنزير فعلا حاضر 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 يا كابتن دم يلا عمود يلا بس سيبه سيبه يا اسطى كده سيبه ده عايز يتاكل علقه تمام ده بس ما تزنقنيش كده انا رايح له يا اسطى ثواني النيد الرايقه تعال قول انا هفجرك انا هفجرك انا طب موت يا معلم
يلا بالشف بقيت صندوق رينج. انا قعدت تسيح صندوق رينج انت. يلا عشان الزون هتقفل. بس انا معاك جروزا وام كيو ده مهكر اللعبه. انا بلم عمر بس. 5 minutes later اتوقع. يا لهوي واحد منهم واحد اسطى. اعمل درع يا اسطى. معيش درع. طب ما تيجي يا اسطى. انت بتعمل ايه يا كابتن؟ انت بتعمل ايه يا كابتن؟ كابتن ده صباح الفل يا اسطى. الكابتن مبروي. يا لهوي في حي بيمشي اوبن. بس زي ما انت زي ما انت زي ما انت قطعش علينا. بس في حي اوبن. ماشي في حي اوبن يا اسطى. فوق الجبل هات العربيه وتعال. اهو ورا الصخره. ايه ده؟ ثواني يا اسطى ثواني. هاي اضرب عليها خوفه يا اسطى. يا عم اقعد يا عم اقعد. يعني مكمبر ومش عايز تموت برضو. ده ايه ده يا عم؟ ايه العيال بتبي دي؟ اه كيم كامل يا اسطى. في ناس كده نازله ولا مفيش؟ هنشوف دلوقتي. في كتيبه خلي بالك اهو نازلين معانا في نفس البيت. اوكي 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 اوكي. روح مكانك يلا وانا مكاني. يلا بينا معلم. رب الله تعالى نزل تحت. كلايتي رب اروح اجيبك يا كلايه. I need a weapon. شيل صاحبك وتوديه فين يا معلم؟ ده كان شايل صاحبه يا اسطى. واحد فوق. تعالى مش فوق في نفس البيت. استنى 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 استنى. ومكمبر. بس انا عارف حل الكمبره دي ايه. بس خلاص خلص. بس ده كان قاعد لي كده. يا لهوي على الرعب. كيكه معاه شوت. اه كان معاه شوت. اين ده؟ قدام مني. السطح السطح السطح. ثواني تعرف تقولي في انهي دور هما يا اسطى؟ طيب عرفت في انهي دور. هاتلي 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 يلا معلم. يا عيني يا اسطى. اوكي اوكي اوكي. السكواد ما استوعبش يا اسطى. السكواد ما استوعبش. كل واحد نوك تلاقي التاني اتفنش. واحد نوك تلاقي التاني اتفنش. انت رحت الجراج وشفت طيب؟ لا ثواني. ايه ده؟ ده ما كانش بوت. ده ما كانش بوت. اه عربيه اهي. عربيه فوق الجبل 285 بتمشي. عربيه ولا فيها كام واحد؟ راحت فوق الجبل على الشمال اهي. هاتو اي خدمه يا وسام. انا اي حاجه يا وسام. يا عيني يا وسام ما لحقش يتنفس. ايوه ايوه ايوه. ايه ده؟ ايه ده؟ ده اللي بتكلم فيه يا زميلي. ده فين ده؟ فين؟ marked the location. وديني عليها يا معلم بالعربيه. يلا فينه برضه مش شايفه. اه ماشي يا احمد ماهر. ماشي يا اسطى. يلا اللي بعده اللي بعده. ما خدتش في ايدي غلوه. لا هو يا احمد عملت تضرب علينا وقلنا انت ايه اللهو الخف توت يا اساطير. ده البوت نفس اكتر منك يا اسطى. بس الواد عمل صوته بعد كده قطع نفس. اصلا كنت تروح بالعربيه. طيب هو هنا اصلا. طلع ابوه. يلا بينا. يلا 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 بسرعه. اه 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 واتش اوت. روح يا اسطى يا اسطى ورا الصخره. واتش اوت.
فضل يطلع فضل يطلع. الله يرحمك يا تركيش كامبا. تركيش كامبا كامبا كامبا. اظبط 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 يا اسطى، هي الخريطة ما بتلحقش تتنفس معانا ليه يا اسطى؟ هون اهو 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 اهو، دي بقى باينة فين يا ابني؟ زي ما انت يا لهوي، 15 كيل ب 2200 دمج. بس يا زميكا دي كل حاجه في النهارده، اتمنى يكون الفيديو عاجبك. زي ما قلت لكم يا جدعان، الفيديو يوصل 20000 لايك انزل فيكتور وزي الاول كمان. بس كده كان معاكم سولو، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.